مع بداية الثورة وبداية المظاهرات السلمية شاركت فيها، تم اعتقالي من قبل النظام، طلعت ورجعت كمان أكملت التحقق بالمشافي الميدانية، افتتحنا أول مشفى أطفال. شفت طول فترة أنا ما خرجت أبدا من مدينة حلب، كملت فيها، عاشرت كل القصف وحتى لآخر شيء اللي هو الحصار. صوبت على أثر عدة مرات تقريبا بما يقارب الأربع مرات، اتعافى وارجع اشتغل. بعدين اجانا الحصار يلي شفنا كثير من اثار الحصار السيئه، خسرنا كثير اصدقاء، خسرنا كثير شهداء. بعدين تم تهجيرنا برات مدينه حلب، تم ترشيحي من قبل منظمه الاي دي اي للملتيزر، طبعا هي اللي رفعت اسمي، انا العربيه الوحيده اللي كنت موجوده كأفضل ممرضة إلى تأثير في العالم لل 2018. نحن بنحسن نعمل كتير ونحسن نعمل أكثر، وأكيد في إنسانيين أكثر مني بالعالم موجودين، بس يمكن ما صح الفرصة يظهروا زيي، بس الحمد لله رب العالمين. أكيد أنا كتير فرحانة وإن شاء الله للأحسن من الدفع كمان.